مرحبا بكم في ماستريشت. هذه هي في العمارة فين كنسكن، سميتها جيست هاوس. هاتي تشوفوا معايا، هاتي كيشبه شوية للسبيطار بصح. هذا هو بيتي، داك غير دابا انا كنعيش في دار، حيت في الدار ديالنا في المغرب كبيره بزاف، زعما كاين فرق كبير مع هولندا ومع البيوت اللي عندنا، حيت حنا غير انا طالبه هنا. وفحال دابا مثلا في المغرب عندي مسبح ودار كبيره وبزاف البيوت، هنا غير عايشه في بيت واحد، وكان زعما حتى الحمام والكوزينة مفرقين، وكان نستعملوها مع الناس حتى اخرين باش زعما نخلف هنا. المغربيه كلشي كيعرفها، وكنمشي وزعما حيت ملي كتمشي بها كتخلف بها مزيانه بزاف، وانا كنبغيها بزاف. وجدت معايا حلوه شباكيه بريوات حيت رمضان، وش الشباكيه وبريوات وزوين بزاف كنبغيهم. هاد التصويرات صورت في واحد لا سواري نهار الجمعه مع صاحبتي، وكان فرق كبير ما بين هنا ملي كنعيش في المغرب وملي كنعيش هنا في هولندا. يعني ان هنا كنحسوا بالحريه، وكان كنعيش هنا مع كطالبه ومع الناس كنتلاقاو مع اصدقاء. في المغرب الناس يعني ما كتحسش بالحريه، والناس كيهضروا معاك وكي غير كيجيو كيدخلوا فيك. حتى المغاربه وحتى زعما ملي كتكون مع والديك ماشي بحال ملي كتكون بوحدك، ملي كتكون بوحدك. هذه هي المدرسه ديالي ماستريشت يونيفرسيتي، هنا فين غنقرا التجاره والاقتصاد في مده 4 شهور، وراها ما بين احسن مدرسه هنا في هولندا. ملي كنت غنجي لهولندا العائله ديالي كانت كتهضر لي على الفرماج الهولندي، حيت عندنا بزاف فرماج هولندي، والبقره الهولنديه اللي كتجيب الحليب حيت كيجيبوه في المغرب بزاف والناس كياكلوه. وصحابي وصحاباتي كانوا كيتكلموا على خاصه على معلوم الحشيش وكوفي شوبس، عاوتاني زعما الناس كانوا ديما ناشطين وكيديروا الحفلات بزاف وكيخرجوا ديما، وهادشي اللي زوين عجبني هنا في هولندا. ولكن تكلموا لي بزاف على العنصريه، وماشي زعما غير الناس معلوم المغاربه اللي كنعرف انا، ولكن حتى المغاربه اللي تلاقيت بهم. غير بحال دابا مشيت نجيب الفيزا ديالي من السفاره، تكلموا لي واحد الهولنديين يسكن هنا على العنصريه وكاينه بزاف، واكتشفنا هادشي في الرسوم اللي كانوا خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انا ملي جيت ما الحمد لله ما كان عندي حتى مشكل، والناس ظريفين بزاف وزعما كيتكلموا كيضحكوا معنا، ما كاين حتى مشكل الحمد لله. حنا دابا هنا في فغايتروف، هنا كيديروا المهرجانات، وهذه بلاصه مهمه هنا في ماستريش، وديما كاين بزاف الحوايج زعما كاين ديناميكيه في هاد البلاد، هاد المدينه. هادشي اللي عجبني هنا غير بحال دابا انا يمكن لكم تشوفوا، وديما عندك شي حاجه ما دير، يعني تمشي للمتحف ولا تمشي للسهرات ولا تلاقى بالناس، وهادشي مزيان بزاف.